خلينا بقى زي ما قلت لحضراتكم عشان نعرف النظام ماشي بالبلد على فين. خلينا يعني يشرفني أن يكون معي الآن ومع حضراتكم في هذه الفقرة الاقتصادية وهذا الملف الاقتصادي الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين. برحب بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، سعداء بحضرتك وبكل السادة المشاهدين في مصر وفي العالم العربي، سعداء بحضرتك وعلى الاستضافة دايما إن حضرتك بتوصل صوت للناس، أنا بكون في غاية السعادة وأنا في صحبتكم يعني. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، في ذكرى ثورة يناير، هل نقدر نقول أن النظام تعلم الدرس جيدا في الملف الاقتصادي ولا لسه كأنك يا أبو زيد ما غزيت؟ لا، هو النظام تعلم دروس قوية جدا وطبقها بامتياز، وتعلم ولم يتعلم أيضا دروس مهمة جدا. بتعلم النظام أن ثورة يناير من قام بها هي الطبقة المتوسطة، ثم اتخذ النظام سياسات تقشفية شديدة جدا جعلت الطبقة المتوسطة تنزل في مصر. يعني هم إدراكهم أن اللي عمل ثورة يناير ما كانش الفقراء المعدمين، بل كانت الطبقة المتوسطة. وعلشان كده كل السياسات اللي حضرتك شفتها من رفع الأسعار، إلغاء الدعم، تحريك الأسعار، تعويم الجنيه، كل ده تم عشان الطبقة المتوسطة في مصر مستواها ينزل. فده كان هدف وده اتحقق فعلا، ده هم حققوا. لكن السبب الرئيسي اللي فجر الثورة اللي هي كانت الطبقة المتوسطة اللي بدأ وضعها يزداد سوءا، هذا السبب الحكومة مستمرة فيه وهتشعل ثورة، أو بلاش أقول ثورة، هتجعل تحركات في المجتمع سلبية جدا وسيئة جدا، خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر. أي بكل اللي بيحصل الآن في مصر بقالنا 8 سنين فيها، هو سواء من غلاء الأسعار، انخفاض دخول الناس، في بيجي لك قوة بشرية هائلة بتدخل السوق كل سنة، عندك لا يقل عن 2 مليون شاب مصري بيخش السوق كل سنة، محتاج فرصة عمل، محتاج يتجوز، محتاج يشتري له شقة، كل دي بتفاقم من الأزمة. التفاقم اللي بيحدث في الأزمة ده ممكن ما تشوفوش النهاردة وممكن ما تشوفوش بكرة، أيوة، بس على الأجل الطويل معايا بعد فترة زمنية هتفاجأ انك وصلت لحافة الهوية بتاعتك، توصل لمرحلة ما حدث مع مبارك. مبارك مثلا قعد 30 سنة، بس مبارك خلال أول 20 سنة في حكمه لحد التسعينات كان له إنجازاته الناس شايفاها، الناس كانت كان مبارك عامل متنفس للناس، صحيح كان فيه فساد موجود حتما، لكن آخر 10 سنوات في عهد مبارك بدأ التكتلات، لم يدرك وما فهمش الصورة كويس جدا، وفهم ان مبارك قفل كل الابواب ضد المنافسين بتوعه، وله كلمته الشهيرة جدا قال لهم خليهم يتسلموا، وده الاغلاق اللي تم فجر الدنيا كلها. أيوة. الان في مصر الان هو بيغلق كل الابواب حتما، لكن هو معتمد على قوة السلاح قدامه، لكن ده مش هيقدر يستمر كتير، لن يستطيع يستمر كثيرا، خاصة الأسباب الاقتصادية، في أسباب اقتصادية ضاغطة في الاقتصاد، والأسباب دي كمان لأن احنا اقتصاد بيسموه اقتصاد ريعي، يعني بيعتمد على دخول مش أساسية. نعم، ما احناش مصر قبل 52، المصريين استهلاكهم متغير، المصريين اتغيروا. فالمصري يعني أنا أذكر كويس جدا أيام والدي عليه رحمة الله، كان ممكن يشتغل في وظيفته ويجي البيت يتغدى، ممكن ينام شوية، ممكن يروح يعمل أي عمل آخر من باب عمل تطوعي. أيوة. يخدم قراء، يعمل عمل. دلوقتي المصري بقى يوصل لسن المعاش وعمال يدور على شغل بعد المعاش. أيوة، إيه اللي وصل بقى المصري اللي كان عنده وقت يقدر يعمل حاجات جنب شغله وحاجات تطوعية، إن هو دلوقتي ما بقاش شايف قدامه، يطلع من شغلانة لشغلانة، المصلحة هنا لرزق هنا، عشان يحاول ان هو يعيش بس مستور. لان هو ده اللي انا قلت لحضرتك عليه، السياسات لما انا رفعت الاسعار وغليت الاسعار، اي اقتصادي فاهم عارف ان ده هيحصل في المواطن، عارف ان دخله هيقل. ايوه،
لبالك كان الموظف مرتبه في الخمسينات والستينات 6 جنيه و8 جنيه و10 جنيه، والسبعينات كان 70 جنيه و80 جنيه، وفي التسعينات كان 160 جنيه و200 جنيه و300 جنيه، وكان عايش حياه كريمه الى حد كبير. ايوه. الان انت لغيت له، كان بيتعلم تعليم ببلاش وما كانش فيه دروس خصوصيه بهذا التغول اللي احنا بقينا فيه. كان بيروح المستشفى بيعمل عمليه مجانا، كل الكلام ده راح من المواطن. ايوه. تمام. فاصبح المواطن الان انت وصلته لحافه صعبه جدا. ايه الحل الوحيد للمواطن؟ انه ينتج اكتر. انه ايه يا فندم؟ ينتج اكتر. ينتج اكتر. ايوه. ما انا دلوقتي انت لما بدل ما انا كنت بشتغل 8 ساعات في اليوم وبقى 12 ساعه في اليوم، ده انتاج كتير. ما انا انضغط، ما انا دلوقتي بدات اشتغل اكتر علشان اقدر اعوض كل اموري بالنسبه لي. فانت دلوقتي عندك اشكاليه كبيره في الموضوع، ان أيوة. ان لما نضغط عليك بهذا الوضع انت مفيش نفس لك انت كمواطن. ما هو نفسه يقعد مع عياله في اخر النهار، ونفسه يتفسح. ايوه. ونفسه يطلع ياخد اولاده يطلعوا في مشوار يغير جو. انت الان كل ما انت بتضغط عليه انت هيبدا يحصل عندك اثار اخرى في المجتمع، اثار اخرى، هيحصل عندك فساد اخلاقي. طب بص يا دكتور، معلش يا دكتور مصطفى، ما هو دلوقتي يا دكتور مصطفى الناس اللي نزلت عملت ثوره 25 يناير دي هي اللي بهدلت الدنيا، والنظام بيقول كده، انتوا يا جماعه بهدلتوا الدنيا وبهدلتونا اقتصاديا وعملتوا ثوره وخربتوا في البلد والسياحه وقفت والدنيا وقفت وما بقاش في انتعاش اقتصادي ولا بقى في سياح بييجوا والاوتيلات وقفت واللي بيشتغلوا في الفنادق والاوتيلات قعدوا في البيوت فما بقاش في فلوس، انتوا السبب، وثوره يناير اللي انتوا بتحتفلوا بذكراها دلوقتي دي هي السبب. كويس جدا. لما تكون في بلد ويموت 1100 مواطن في غرق مركب ولا يحاسب احد، بل ان الراجل اللي صاحب العباره طالع من المطار رسمي من مصر، لما يحصل عندك حادث زي قطار الصعيد قبل العيد ويموت الناس حرقا فيه بدون محاسبه، اذا هذا النظام لابد من ثوره تقوم عليه. لما انت تقطع عيشي واكون موظف ولا عامل في شركه وتطلعني معاش مبكر وابقى طالع، خلي بالك دي كانت من اوائل المدن اللي قامت على مبارك، كانت المحله الكبرى. صحيح. المحله الكبرى كانت هي قلعه الصناعه في 6 احد إبريل. القلاع الصناعيه المهمه. احد القلاع الصناعيه المهمه زيها زي حلوان. صحيح. المحله. ودولت من اوائل الناس، لان هؤلاء العمال اللي هم عماد مصر وهم ثروه مصر وهم الاساس في مصر، انت مش بس بتهينه انت بتذله. صح. لان انا الان ما بقاش عندي دخل يكفيني البيت ولعيالي، وكذلك الحال اللي شغالين في القطاع العام. اللي قاعد يرسم سياسه في مصر، السياسه الاقتصاديه، هم اهملوا ده كله. فما تيجي تقول لي انا قمت بثوره وانت سببت في المصايب دي كلها، لا، ده اللي سبب في المصايب اللي خرب لي القطاع العام، اللي سبب في المصايب اللي صفى القطاع العام ودمره، اللي سبب في المصايب ان بقى ابني يتخرج من كليه عمال صارف عليه دم قلبي ومش لاقي له شغل له، اللي سبب في المصايب ان بنت قاعده في البيت تجاوز سنها 30 سنه وما بقتش عارفه تتجوز. ايوه. سبب في المصايب ان معاشي بعد ما طلعت 60 سنه مدرس قاعد اخدم في وزاره التربيه والتعليم، او ان انا طبيب ما كانش عندي عياده، او ان انا اشتغلت في شركه قطاع عام ومعاش ما بيقضنيش. يعني افهم من كلام حضرتك يا دكتور ان هناك علاقه بين الثوره والاقتصاد، وان الاقتصاد الواقع ممكن يخلي الشعب يعمل ثوره، او البلد الكويسه تخلي يكون اقتصادها كويس. يعني في علاقه ما بين الثوره والاقتصاد؟ الف به اقتصاد بالنسبه لنا يا استاذ احمد، من اول درس بنعلمه للطلبه في اول يوم 10 مبادئ لعلم الاقتصاد. المبدأ بيقول إيه؟ كلما زاد الإنتاج كلما تحسن مستوى معيشتك. تمام. فأنا دلوقتي شغال في شركة المحل أو في شركة حلوان، وقالوا لي يا ابني إحنا هنبيع الشركة دي. تمام. بنصفيها. أنا بالنسبة لي ما حسيتش إن أنا ليا قيمة. صح. أو ما بقاش ليا إضافة، أو ما بقاش ليا دخل، أو مستوى معيشتي هينزل. مظبوط. اللهم إلا إذا أنا طلعت أشتغل أوبر درايفر.
شغال سواق مع اوبر، او ان انا اطلع اشتغل سواق توك توك، عشان ما انا في الاخر انا عندي التزامات بمراتي وعيالي ومسؤولين فوق رقبتي انا كراجل طبعا. فالراجل ده اذا انا وصلت 60 سنه والافق انقفلت قدامي، ايه اللي انت منتظره مني بقى في الاخر؟ هنفجر، او انك يا عيني هتبقى عايش على حافه المعيشه. طبعا اللي عايز يجيب علاج مش لاقي علاج، واذا ربنا كرمه باولاده ان اولاده تخدمه وترعاه ودروس وتعليم او حد من قرايبه يرعاه طبعا. لان احنا ودي الف ب بالنسبه لنا احنا، يعني احنا المصريين عاشوا طول عمرهم في تكاتف. انا حضرت فترات يمكن ما حضرتهاش قوي لكن اتحكى لي عنها، كان لا شفت منها والله، شفت السكر كان بيتباع في ايام الحرب بعد حرب 73 كان للناس لها مقنن شبه، حتى السجاير كانت بتباع، كان لك علب معينه حتى السجاير. طيب انا وعدت الناس ان حضرتك هتفهمنا اللي احنا مش فاهمينه بسهوله وببساطه كده يا دكتور. انا دلوقتي عرضت التقرير بتاع الشفافيه الدوليه ده وقلت ان مصر في المركز ال 117، ففي واحد بيتفرج عليا مثلا، ايوه ماشي يا حبيبي، يعني 117 ده بيقول لي انا يعني 117 ده حلو ولا وحش ولا ايه مدلول ان مصر في المركز ال 117 يا دكتور؟ ببساطه جدا، هو تقرير الشفافيه الدوليه تقرير بيعتمد على بعض المعايير بحيث اشوف هل الاقتصاد ده فيه ممارسات بتؤدي الى فساد ولا الامور ماشيه فيه قوانين وفيه انضباط اقدر احقق اللي انا عايزه. يعني انا دلوقتي انا راجل عندي ورشه، ماشي، هل انا في مصر اروح بكره افتح الورشه بتاعتي او الشركه بتاعتي من غير ما ادفع رشوه؟ لا مش هينفع للاسف. هل اقدر افتح الورشه ديت وانا قاعد في البيت بالتليفون؟ استحاله. هل اقدر انا والضرايب نتفق ان الضرايب تيجي تقول لي تعالى انت حساباتك اهو، انت يا ابن الحلال بعت ب10، اقول لهم انا بعت بواحد؟ طبعا. هل نقدر انا والضرايب نتفق على اتفاق معين ان الضرايب تيجي تشوف اعمالي الحقيقيه وتدفعني اللي هي عايزاه؟ لا ده المواطن المصري بيلجأ لواحد شاطر عشان يجي يستف له الورق، الملف الضريبي يتستف وارقام كلها زي ما حضرتك بتقول كده ملهاش دعوه بالحقيقه. بالظبط. فالجماعه بتوع الشفافيه دولت بيقعد يبص للمؤشرات اللي في الدوله دي. وفي دوله تانية بتعمل الباسبور بتاعك وانت واقف في الشارع، في دوله بتطلع البطاقه الشخصيه بتاعتك وانت في البيت، في دوله بتطلع شهاده الميلاد وانت في البيت. صحيح. مصر الآن حقيقة فيها تحسن إلى حد كبير جدا مقارنة ب20 سنة فاتوا. الآن مصر فيها تحسن في هذا المجال من ناحية أنه بيعمل ديجيتاليزيشن أو بيعمل ثورة رقمية، موجود فيها تحسن ما أقدرش أنكر كده. والضرائب تحديدا هي اللي ضغطت بشدة جدا على هذا الأمر عشان يحصل ضرائب أكثر من الناس، وده كويس ماشي تمام. دخل النظام كله واعرف، لكن انا اذا الامر المفروض ما يستغرقش مني اكتر من كده. بلد زي السعوديه مثلا راحت جابت كبرى الشركات الامريكيه في مجال الداتابيز وقواعد المعلومات. ايوه. اما عملوا كده مسك كل النظم، يعني انت في السعوديه مثلا اديك مثال بسيط جدا. اتفضل. لو انا صاحب بيت ومأجر البيت، عقد الإيجار لابد يترفع، وزارة الإسكان في السعودية بتعرف في نفس اللحظة وتعرف أنت داخل لك كام وأقدر أحاسبك به ضريبيا. أي ماشي، ما أنت بتكتب رقم عبيط في العقد. اكتب. ما هو أنا دلوقتي، ما هو بص يا أستاذ أحمد، الأمريكان عفاريت شوية. الأمريكان بيقول لك it's a win-win situation. يعني انت هتكسب وانا هكسب. انت دلوقتي الراجل، انا رايح اجر شقه مظبوط؟ ايوه ما تمام. فاجر الشقه ب 2000 جنيه ماشي، فالمالك العماره او مالك الشقه هيقول لك لا نكتبها ب 1000 جنيه عشان الضرايب. صح. كويس. مالك العماره ضحك على الضرايب. صح تمام. حاجه انا بقى عن مستاجر، اقول له لو وضحت لي انك انت بتاجر مثلا ب 2000 جنيه او في ايجار عالي عندك، انا هخصم من عليك من الضرايب.
تمام، فمش هيوافق بقى ان هو يكتب الرقم القليل. بالظبط، فهيبدا المالك والمستاجر نفسهم كل واحد نفسه باي طريقه اشوف مصاريفي كام. صح، لو انا طبيب او مدرس مثلا، وده بينجح السيستم بقى يا دكتور في الاخر. ده بقى بالظبط، ده الامريكان بيسموه تشيكن بالانس، بيعمل الصراعات دي من جوه عشان انت في الاخر كمصلحه الضرائب هتجيلي يعني نجاح السيستم ان انا اديله مدخولات صحيحه مش مزيفه فتقوم الفكره تنجح. ومش كده وبس، يعني انا مثلا خليني اقول ان انا حبيت اقول لمراتي انا عايز اضحك على الضرائب في امريكا، هتفاجئ ان مراتك واولادك هم اول ناس تقف ضدك عشان مصلحتهم. ليه؟ مصلحته في ايه؟ ليه الامريكان حريصين ان هم يدفعوا الضرائب اكتر؟ ايوه، لان لما جات له ازمه الكورونا دي لقى الحكومه بتخبط عليه، والرئيس الامريكي ترامب بعت له جواب ويقول لك اتفضل دي مكافاه لك، المبلغ ده لك اصرفه. ده من ايام ترامب، اول طبعا اول ما الازمه حدثت مع ترامب بعت لكل مواطن امريكي دخله اقل من على ما اذكر 100,000 دولار 1,200 دولار، عشان الراجل ده بيدفع ضرائب فبيلاقي وقت الازمات البلد بتقف جنبه. بالظبط، فهيبدا يحصل عندك ده في مصر لو انت عملت كده.